شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مدرسة داش شيخ موسى وحي كميتاي مدرسة دي حفظ قرآن كريم كوغوري لغا أساسو مغالة شنيلي وحانا كاف لحي أردي ترابدن أو قاركود أي علوم تا شريعة وحكبرتان إلا أي أفرسنو عاصمة دا مقدشو وحانا مدرسة داسي أي أردي دو هاد وحكبرتان قول كليو آد عريدو وا isla markaasina waxay codsanayaan in taageero loo fidiyo madrasadaasi loo ballaariyo waa kuwan qaar ka mid ah gudiga madrasadan oo baaq u diraya dadka muxsiniinta oo ka codsanaya in madrasadaasi ay u hayaan goobtii loogu talagalay laga dhisi lahaa isla markaasina ay codsanayaan in laga taageero dhismaha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaan maartay madrasadan aan joogno ciyaalka ciriiri bay ku tahay meeshan waa madrasadii magaalada Shiniile laga asaasay waata meesha way ku dumaysa waa 94 arday ah dhigata waa qor yar inta leeg kuleyl maxba mahay maroxad male waxba male marka insha Allahu ta'ala meel baan u iibinay maartay oo ballaaran oo halkaan aan u iibinay waxaan ku codsanaynaa muslimiinta inay noo maartay madrasada meesha banaan inay noo dhisaan baan ka codsanaynaa cid kasto muslimna oo arintaasi ay soo gaadho waa inay wax ka qabataa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة دا عن لح جوجنا أمت المسلمين تا وحن باق قدرنا مدرسة دا عن لح جوجنا مقعورت الواقي قد مغليسان وما حيكون تعالى مساجدك شيخ موسى ميداني او وخه كو يالا مخان غدا كارتي كارتيغا لخاد وانا مدرستي او هوريساي اي وخ قران حافظ شنيل لغا حساسي ان شاء الله الهي با بركيي ارديدي كا قلن جيبس امكن مقدشا اي علمي كا دغتا دور 19 ارديب امكن مقدشا علمي كا دغتا او هلكا كا افلخداي مدرسدا استدمن با كا افلخاي إيمكنا وحن المسلمين تان كعوصنا إن شاء الله إلهي إذا مكيسة مدرسة دي مال إيريد أي نقطة أو عرورتي كل أي كل دبنت هاي مركزا مدرسة دا شيخ موسى ميدان مركز وحن روي مني مال بلان ما روي مني أو مساجد كنا دبنت دكاء إيمك هو مساجد كده حديثة وحن المسلمين تان كعوصنا إن إلهي لا إن إذا إلهي أو حدي بي خير كجعل وحن كعصنا إن إني مدرسة دا أي نورد أي وحي كقبان كريان أي كقبطان ماشي وان هينا لولك وان هينا وحن نوباهنا وحن نجا عاونا يا حاجة دسمة ين آدي آدو جوباهنا وحن نجلا سوحي دان ضد كمسلمين تا خير كجعل وحن وحن نشجعنا ولا مرة نجلا سوحي دان سوحي ويا سيرو سقال شن يتوبن تطباتن يلح سديتن يصدح أفر يا أفرتن لمبر كابا نقل سوحي ليسين إن شاء الله إلهي إذا مكيسة عن كونتي غنا عن كونتي غنا دشان يقول سوقر إنا وين نشا غينا كونتي غنا مسكيت كم مسكيت كان كونتي بولا ياي وقلبا ويحي عن الله مسلمين طيب حسان قرنا وإما كان ممرنا لكن ووحكا ووحانا أين أولي كرين المدرسة دا اسمي أولي كرين إن شاء الله مسلمين طوحان كعصرين بارك الله فيكم لمبر كان قال سوحي لنا ان عاوسين وان نقعصر ان شاء الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتواسد اي ولا الله سو شيغان حاجيغا يو معناها شيخ عبد الخضر وحي سو شيغان وا وحرن معلمك مدرسه دغه ايان هي marka waxa weeyaan waa sa ay soo sheegeen madrasadu aad iyo aad bay ciriir u tahay masajidki iyo madrasadu dhib badan bay imaartay suu qabaan ciyaalkii waxa weeyaan masajidki iyo madrasadii aad bay imaartay suu ciriiriyeen marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha insha Allahu ta'ala inay madrasada dhulka ay imaartay haajigi ay sheegayaan in laga soo caawiyo oo imaartay si degdeg ah in maaragtay laga soo caawiyo madrasadaasi waa sida la sheegayo oo waxa weeyaan dadka maad aragtay aad u farabadan ayaa ka qalin jabiyay
هذا انتهاص أرضية أيها الشوكتو قلن شبيسي أو يكوى كده بشرب مرك إن شاء الله تعالى مش أدي بعيد وتهي إن شاء الله تعالى وحنط البنا هنا تدك محسنين تاء إلى إمارة واحد إن قصة عاون كران وتعاونوا على البر بإلهي سبحانه وتعالى إن إمارة واحد وناجا أي نقص عويان وحي كريان لما رضا ما ركت يحاجي أي شيء جيا إن لما رضا إن نقص حلال إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدوك الشيخ اللالي أو كمدا علماء الدينك ayaa isaguna baaq u diraaya dadka muxsiniinta waxaana ugu baaqaya in ilaahay dartii ay madrasadan u soo dhisan maadaama lagu barto xifdiga quraanka kariimka isla markaasina arday aad u tiro badan ay hadda ka aflixeen bismillaah alhamdulillah salaamu alayhi salaatu wasalaamu ala rasuulillah alhamdulillah ee waxaan arinta halkan ka sheegaynaa oo baaq u direyna dadka muxsiniinta khayrka jecel ee masjidkan aan joogo mise waxa la leeyahay sheekh muuse madrasada ku taala ayaa waxay tahay madrasada ugu horeysay ee magaalada laga aasaaso alxamdulilah sababtii ay dadku isku ugu daydeenna dad bad meel intaasoo madrasadu hadda magaalada ka jirta ilaa 12 arday oo culunta ruuxa shareecada dhigata ayaa hadda maqan oo intay quraankii dhameeyeen sanadkii shanaad maraya culunta marka waxaan doonaynaa maqsiir quraahati weeye meelna waan u haynaa waxaan doonaynaa meesha inaan dhisno oo weyneyno oo maqsina badan oo qaybta gabdhaha iyo cilmiga iyo qur-aanka ka wada dhigno ayaan doonaynaa marka cis kastoo khayrka jecel wax ku darsan karta inay maaragtaanay ku soo darsato ayaan ka codsanaynaa sidaa guddigu idiin sheegeen macalinkii qur-aanka dhigayay odagii masaajidka iyo raggii madarsada ka guddiga ahaa sidaa idiin soo sheegeen in maaragtaanay dadka muxsiniintii in yaray in badan in waliba maaragtaanay qofka faman yacmal weeyaan maxaa qofkii khayr yani maaragtaanay camal fala ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamada ayuu u keeni doonaa adduunna ku arkay akhrana ku arkay labadaba ku arkaya marka ina insha allahu tacala inaad kasoo gacan in kasoo qayb qaadataan baad ka codsanaynaa.